قيل إن العالم لم يخسر في السنوات الأخيرة مجرم حرب أكبر من قاسم سليماني، بيد أن خسارة سليماني كانت من نصيب إيران وحلفائها. وفي خريطة الحلفاء المعقدة هذا تظهر أطراف من حركة حماس في مواقف مثيرة للجدل، تارة تعلن دعم قضايا الشعوب المضطهدة من قبل إيران، وتارة أخرى تعلن الاقتراب أكثر فأكثر من إيران. حلقة خاصة بإحياء الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، حياكم الله. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، قال إن الذين فرحوا لاغتيال سليماني هم شواذ هذه الأمة، زاعما أن القتيل كان يحب فلسطين والقدس. من جهته قال حسن نصر الله إن قاسم سليماني كان يحمي العراق قبل مقتله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد. الآن عن موقف حماس وذكرى مقتل سليماني نستعرض في هذا التقرير. قيل إن العالم لم يخسر في السنوات الأخيرة مجرم حرب أكبر من قاسم سليماني، بيد أن خسارة سليماني كانت من نصيب إيران وحلفائها. وفي خريطة الحلفاء المعقدة تظهر أطراف من حركة حماس في مواقف مثيرة للجدل، فتعلن تارة دعم قضايا الشعوب المضطهدة من قبل إيران، وفي مناسبة أخرى تعلن الولاء المطلق لنظام الخميني. في الذكرى السنوية الثانية لقتل سليماني يطل علينا عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار قائلا إن الذين فرحوا لاغتيال سليماني هم شواذ هذه الأمة، زاعما أن القتيل كان يحب فلسطين. تصريحات الزهار ربما يجوز اعتبارها متسقة مع بعض ما قامت به حماس، إذ سبق لها أن أقامت يوم مقتله مجلس عزاء رفعت فيه صور لسليماني، وأصدرت بيان إدانة لعملية قتله، كما نعاه كبار قادة الحركة متهمين الولايات المتحدة بإراقة الدماء في المنطقة العربية، جاهلين أو متجاهلين أنهار دماء كثيرة أهدرتها إيران في سوريا والعراق وغيرهما. على هامش ذكرى مقتله تظهر ابنة القتيل زينب سليماني لتهدد أمريكا بالرد، لكن المثير للجدل أنها ظهرت وهي تحمل آيفون 13 أشهر الصناعات الأمريكية. أبواق البكاء على سليماني سمعت أيضا من جنوب لبنان، فخرج حسن نصر الله زعيم حزب الله راثيا سليماني واصفا إياه بحامي العراق، متهما واشنطن بنشر الفوضى. موضوع مثير للجدل وكثيرا جدا، للتعليق عليه معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ ماجد عزام. أستاذ ماجد مرحبا. مرحبا فيك يا هلا، مساء الخير معاذ، مساء الخير للسادة المشاهدين. مرحبا أستاذ ماجد. الدكتور محمود الزهار يقول إن الذين فرحوا باغتيال قاسم سليماني هم شواذ هذه الأمة. يعني هذا أمر مؤسف، أنا غضبان آسفة، الأمر يستحق من الاعتذار. اللي حزنوا لمقتل سليماني هم الأقلويين، وأنا لا أريد استخدام مصطلحات مثل اللي استخدمها محمود الزهار، الأقلويين بالمعنى الطائفي البغيض، والأقلويين اللي ساهموا الغزاة أو ساعدوا الغزاة، استيدوا الغزاة لاحتلال العراق ثم سوريا، والغزاة ومن استجدوا الغزاة لتحطيم حواضرنا، تحطيم حواضرنا الكبرى، استجداء احتلال بغداد ودمشق ثم تدمير وتشريد أهلنا في حلب والموصل وحواضر أخرى. اللي فرحوا لمقتل سليماني هم في الحقيقة هم التيار الكبير بالأمة، اللي للأسف الآن قيادة على حماس غزة، وعلى فكرة هذا مصطلح حزب الله اللي قالوا في أثناء الإساءة اللي وجهها لخالد مشعل ولحماس مع صمت مطبق من الزهار، بينما حماس الإخوان أيضا كما يسميه حزب الله وحماس الخارج
تتبنى لغة مختلفة، لا يجب التعميم على حماس. قدم لنا حزب الله وأبواقه الإعلامية المصطلح الدقيق يعني، لكن هذا يستحق الاعتذار. الأقلويين هم اللي يميدوا قاسم سليماني. قاسم سليماني كان نصير الغزاة في احتلال ليس فقط العراق وسوريا، حتى يعني هو استجدى بوتين لاحتلال سوريا بعد فشله في حماية بشار الأسد، هو أذرع الطائفية من شذاذ الأفاق. ساعد أمريكا حتى على احتلال أفغانستان وقدم خرائط في حوارات نشرت في جنيف، يعني نيويوركر نشرت بالوثائق حوارات مطولة تحت عنوان سارق الماعز عن قاسم سليماني، كيف قدم وثائق لمحاوره الأمريكي في جنيف ساعدت على احتلال أفغانستان وهي بلد مسلم، ثم ساعدوا على احتلال العراق وهي بلد مسلم، ثم استجد روسيا لاحتلال سوريا وهي بلد عربي مسلم فقط لبقاء النظام. فالحقيقة أنه اللي فرح على مقتل سليماني هي الأمة اللي كانت تتحدث عنها حماس دائما من مراكش حتى البحرين حتى من ماليزيا حتى طنجة بالمصطلح الإسلامي اللي كانت تستخدمه حماس. ومن يمجد سليمان الآن هم الأقلويين اللي هم ذراع إيران في احتلال، في إقامة ما تسميهم أنا أسميهم الإمبراطورية الدم والمهام الفارسية، وما سماه علي يونسي ولو يعتبر معتدل المستشار حسن روحاني الإمبراطورية الفارسية اللي عصمتها بغداد واللي تحتل أربع عواصم. اللي يمجدوا سليماني هم من ساهموا في إنشاء الإمبراطورية الدم والوهم واللي ساعدوها في احتلال أربع عواصم عربية هي دمشق وبغداد. هو عموما أستاذي ماجد عزام، يعني لعلها إشارة مهمة جدا ما ذكرته عن قصة كذلك دوره هو هذا الرجل في مسألة أفغانستان والحوار مع رايان كروكر، وهذا يعني ينبغي تسليط الضوء عليه كثيرا ما فعله هذا قاسم سليماني بأفغانستان. كذلك كتبت عندكم مقال مهم بعد اغتياله في موقع تلفزيون سوريا منذ سنوات، طبعا الرئيس سليماني قتيلا، ذكرت في هذا الأمر. صحيح يعني قدم وثائق، يعني تخيل أنا كنت في بيروت وكان هناك صمت مطبق بعد احتلال أفغانستان، بعض الأصدقاء كانوا ذهبوا حتى للسيد فضل الله، ذهبوا أولا الحزب عندما كان يعني الأمة كان له احترامه وترفع حتى أعلامه اللي كانت ترفع من ماليزيا لطنجة، الآن لا أحد يتحدث عن الحزب ويحزب على الحشد الشعبي، وذهبوا للسيد فضل الله وقالوا له كيف نصمت، وسيد فضل الله عندها أصدر بيان وأجبر الحزب على إصدار بيان مطاط عن لم يكن يريد إصدار بيان عن احتلال أفغانستان. لكن في الرواية اللي نشرتها رايان نيويوركر على أربع حلقات بعنوان سارق الماعز، هذه رواية مهمة جدا تجسد كيف تم احتلال العراق، كيف كان أن أمريكا إيران قبلت أن تكون بقيادة سليماني هي الذراع الأصغر للاحتلال التكتيكي في العراق، ثم هي الذراع الأصغر للاحتلال أو التكتيكي للاحتلال أكبر اللي هو الروسي في سوريا. هذه أمور يجب أن تشرح للعيان. لكن عما يقوله الزهار وآخرين للأسف الآن في هناك محاولة لتبييض حماس غزة، أيضا في محاولة تبييض هو هذا ما أريده أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نشر في 30/1/2016 و31/31 و1 فبراير، ممكن أن يوجد في الصحف بسهولة والمواقع بصوت أبو مرزوق، وهذا سمعته أنا من أبو مرزوق وسمعته من قيادات من حماس ومن قيادات الفصائل، يقول أنه إيران تكذب وأنهم باطنيين وأنه من 2009 حتى 2016 لم يرسلوا شيء إلى حبايبنا، يقصد القسام يعني أحد قادة حماس اللي تكلم عن 70 مليون دولار بعد حرب غزة الأولى. هذه فترة أنا عشتها، هو غير صحيح وهو يعرف أنه غير صحيح، وموسى مرزوق ينسف هذه الرواية عن قاسم سليماني وعن إيران ويقول من 2009 إلى 2016 ما وصلنا شيء، هم باطنيين، وأنه أي سفينة تتم مصادرتها يقول أنها لكم، ويقول ساخرا أنه حتى مرة ضبطت سفينة في نيجيريا، كان عنده رجل دين في نيجيريا حطوه بالصورة الشهيرة مع قاسم سليمان اللي بدي يصلي في الأقصى المحرر، شيخ طائفي، قال ضبطت سفينة في نيجيريا قالوا لنا أنها كانت مرسلة لنا. صحيح. ويستغرب. طيب هذا تسجيل. طيب لحظة أستاذ ماجد، أستاذي يعني أنت أستاذنا متدفق دوما. طيب راح هذا التسجيل تسجيل موسى أبو مرزوق موجود، هو هذا التسجيل أنت تقول أنت سمعته، يعني حتى أفهم، سمعت التسجيل أم سمعته من موسى أبو مرزوق شخصيا؟ من قيادات رفيعة جدا في حماس وفي الفصائل. أكدوا كلام موسى أبو مرزوق.
واستياء من عدم اعطاء ايران دعم حقيقي كما تعطيه حتى لليمن، كما قالها موسى ابو مرزوق وقال انه دورهم تخريبي وهم قاموا بانقلاب باليمن، يقصد الانقلاب الحوثي، انقلاب الحيد الحوثي وفلول النظام القديم على الثوره اليمنيه الاصيله. ايران واذرعها كانوا حلفاء للثورات المضاده في طول العالم العربي وعرضه. طيب عندما يخرج محمود الزهار ويقول مثل هذا الكلام، يعني أستاذ ماجد، يعني بالله عليك، هو الرجل مقتنع فعلا؟ يعني القصة تجاوزت قصة البراغماتية ومواقف سياسية كما يروج أنه مضطر لمجاملة إيران إلى موضوع بصراحة البعض يقول هناك تشيع سياسي. عفوا، البعض يقول أن بعض التيارات داخل غزة هناك من قيادات حماس لديها تشيع سياسي، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير موجود عند حماس، لكن قيادة حماس في غزة تفكر كما يفكر اليساريين للأسف. أنا قبل ذلك أنه عندما تسمع بعض قياداتهم تشعر أنهم كأنهم من فصائل يسارية منضوية تحت الإطار الإيراني منهجيا وفكريا وسياسيا. يعني هنا لابد الحديث عن نقطتين مهمتين جدا، هناك تبييض لإيران لاستجلاب الدعم، وهناك يعني رواية قصص غير حقيقية. وطبعا حديث موسى ورزود ينسف الرواية اللي سمعناها منذ أيام أنه بعد 2009 قدموا 70 مليون. أنا أعرف أنه صحيح، وحديث أبو مرزوق ينسف هذا الصحيح. هناك تبييض لإيران بما في ذلك تبييض ما فعلته من تدمير للحواضر العربية والإسلامية في حلب والموصل ومن استجداء احتلال بغداد ودمشق. أما الأمر الآخر وهو أمر سيء جدا ويجب أن نواجهه نحن بصفتنا، نحن أهل المقاومة التاريخية ونحن أم الصبي. لا يمكن لغزة، يعني عندما يتحدث عن حرب تحرير، كيف يمكن لغزة في 360 كيلومتر أن تحرر فلسطين كلها أو أن تخوض؟ والكلام اللي كانت تحكيه حماس وكنا نتربينا عليه هذا صحيح، أن إسرائيل هي قاعدة استعمارية، كان يقول شارون ساخرا أنه إحنا مثل حامل الطائرات برية، يعني تدينا إيران أمريكا 3 مليار بتصرف قديش على حملاتها، حتى لو ودتنا 10 هي مأسرة معانا. كيف يمكن لقطاع محاصر عادت الحياة فيه في 2020 لم تعد قابل الحياة، عفوا عادت عقود إلى الوراء، وقالت الأمم المتحدة أن الحياة في غزة، يعني الغزة غير قابل للحياة ومكان غير لم يعد ملائم للحياة، كيف يمكن إقامة إدارة حرب تحريرية؟ كيف يمكن تحرير فلسطين من هناك؟ هذه المفاهيم، يعني تبييض إيران لاستجلاب مزيد من الدعم ثم للقول أنه في حرب تحريرية. كيف يمكن لغزة المحاصرة والمدمرة واللي رجعت عقود للوراء؟ كيف حتى الكلام اللي كانوا يتربوا عليه الإخوان وكثير من العرب تربوا عليه والمسلمين أنه هذه هي معركة الأمة وهذا صحيح، وأنه تحرير فلسطين كما كان يعني هو من وحدة الشام ومصر كما حصل مع الغزاة كما حصل مع الصليبيين والحسم في أرض فلسطين، وأنه هذا صحيح حتى في مواجهة المشروع الصهيوني. كيف يمكن لغزة أن تحرر فلسطين؟ هناك تبييض لإيران لاستجلاب دعم، ثم هناك إشي يجب أن نتصدى له ضمن تصدينا لتبييض إيران وتبريرها من جرائمها ضد أهلنا في العراق في سوريا في لبنان في اليمن، بحجة أنه هناك حرب تحريرية أنه غزة ستحرر فلسطين، هذا يرتد سلبا. ارحموا حتى غزة وأهلها، وأنا من غزة وأعرف كيف الوضع هناك. الأمر الآخر أنه إحنا كيف يمكن أن نقبل كفلسطينيين أنه يتم تحرير فلسطين على جثث إخواننا على دمار حواضرنا في حلب والموصل بغداد ودمشق اللي كانوا حاضرين في صد الغزاة تاريخيا في مواجهة الصليبيين في مواجهة التتار؟ هذا هو اللي يجب أن يخضع للنقاش. أما كل ما يقال عن الدعم الإيراني وأنه قاسم سليماني زار غزة والمشرف موضوع الأنفاق كان فلسطيني، قال نزل من الأنفاق، قاسم سليماني يقولون الجماعة أنه نزل من الأنفاق، مش صحيح والله العظيم ما صحيح، وهم يعرفوا أنه صحيح زي قصة 70 مليون اللي قدمتها. طيب كيف إسماعيل هنية يخرج ويقول $70 مليون؟ كيف؟ أنا شاهد على هذا الشيء، حصل استخلاص للعبر بعد الحرب 2009 حتى المنتصف وطلبوا دعم من إيران وكانت وعود وقدم دعم طفيف، وفي نهاية يعني بعد سنة تقريبا حصلت الثورات أو سنة ونصف وانتهت العلاقة مع إيران، وموسى مرزوق بلسانه يقول أن هذا كلام مش صحيح، ما في $70 مليون وما في داعم وما راء على غزة قاسم سليماني، وتجربة الإنفاق هي تجربة أصلا فيتنامية استنسخت الثورة الفلسطينية في بيروت في لبنان في السبعينات. هذا صحيح. طيب البعض يقول أستاذ ماجد، طيب خالد مشعل بعد حرب غزة ما طلع وقال أنه هاي إحنا صنعناها الصواريخ وهي صنعناها الأسلحة؟
مزبوط صحيح. وبعد الانقلاب في مصر لا يوجد دخول إلى الأسلحة إلا محدود جدا، والأسلحة اللي تدفقت أنا أيضا شاهد على هذه المرحلة بعد 2011 أتت معظمها من ليبيا، أتى جزء لا أحد يذكر لا أحد يذكر الدوري الليبي ماذا لا أحد يذكر الدوري الليبي أستاذ ماجد، لا أحد يذكر الدور الليبي، فقط دور إيران إيران إيران، لا أحد يذكر دور ليبيا. وأنا بنصحكم دائما في الفواصل حيثما استطعتم أنكم التصريح بصوت موسى مرزوق، لما أنا سمعت هذا من خلال الفصائل وتعرف أن عندي تجربة غنية أنا في هذا الجانب وعن قرب يعني. صحيح. لا هذا مش صحيح، والصواريخ هي محلية الصنع، وإيران قدمت الفتاة، ومثل ما الموسى مرزوق وهم باطنيين وكانوا يكذبوا علينا، والدعم كما قال بالحرف لحبايبنا هو جزء منا وجزء من أصدقاء. وبعد 2011 اتدفقت أسلحة من ليبيا إلى غزة، وكان هناك في السوق السوداء يتم شراء أسلحة عبر السودان وإرسالها، كان هناك دعم إيراني لكن ليس بالصورة، ليس هو كبير ومؤثر. وخلينا أشرح لك في التاريخ، عندما قام الفلسطينيين، عندما اندلعت الثورة الفلسطينية كما قلت ذات مرة لأحد أصدقائي في بيروت، كان بعرف أن أنا مع أمير حسين موسوي، وقال لي أنه في انتخابات 2009 وقال لي أنه إذا راح نجاد حيرتد عليك سلبا، قلت له نحن عملنا ثورة في 65 أيام كانت إيران مع أمريكا، أيام كانت شرط الخليج، وأنه إحنا استقبلنا إيرانيين ضربناهم الثورة الفلسطينية الانتفاضة الأولى اللي هدمت أساطير صهيونية عن أنه هاي أرض بلا شعب وأنه فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، حصلت في ظل قطيعة مع إيران. في الانتفاضة الثانية كانت العلاقة فقط مع حركة الجهاد وتنظيم صغير، لم تكن العلاقة مع حماس قد تنامت. ثم في بدأت حرب غزة الأولى كانت متواضعة، وفي حرب غزة الثانية كانت العلاقة قد انتهت مع إيران، وفي حرب 2014 كانت قد انتهت مع إيران، وحتى في هذه الحرب الأخيرة كان حصل انقلاب وكان أوقف سيد السلاح من سيناء إلى غزة. لا البعض يقول لك لا أستاذ ماجد، إيران حتى اللحظة تدفع أموال كاش للقسام حتى اللحظة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل هذا الفعل. تدفع كاش مش ملايين، مش بالصورة اللي تقدمت، وأنه الدعم الإيراني بشكل استراتيجي في منذ بداية الثورة المعاصرة، إذا أنت تعرف سنة مثلا 48، يعني أنا أقدر الشعب الإيراني هو شعب عظيم، لكن تعرف أن الشعوب العربية الإسلامية أرسلت متطوعين ل 48 حتى اليمن ومن المغرب. نعم. من اليمن إلى المغرب كان في متطوعين، ما كان في متطوعين إيرانيين مثلا عام 48، لكن لما تأخذ السياق الاستراتيجي للصراع خلال 100 عام وحتى من بداية الثورة المعاصرة من 65 إلى الآن، الدعم الإيراني هلأت محدود وضيق، وكل ما يقال عنه مش صحيح. طيب لماذا هم يصورون الموضوع وكأنه يا إلهي يعني إيران هي لماذا؟ لتبرير العودة للعلاقات مع إيران. لماذا يريدون العودة بهذه الطريقة؟ لماذا؟ والدم النازف لتبرير العودة مع إيران، الهرولة إلى إيران، رغم أنه كان بإمكان على فكرة إيران وحزب الله يحتاجهم أكثر مما هم يحتاجوه، يحتاج لتبييض صفحتهم، كان ممكن يقولوا نحتفظ بالخلافات بناتنا، وإذا كانوا هم فعلا جدين فلسطين خلينا نتفق على فلسطين. طيب لماذا الهرولة؟ لما يشبه الاعتذار وبرأوا إيران ثم للقول أنه في حرب تحريرية. يا رجل هذا إساءة للأمة لما ينقال، إساءة حلب والموصل المدمرات وبغداد ودمشق المحتلين والقاهرة المختطفة، إذا كانت غزة بدها تحرر فلسطين وبدها تواجه مشروع استعماري أممي. طيب يا أستاذ ماجد، لماذا الإصرار على الهرولة باتجاه إيران؟ لماذا؟ بس يعني يعتقدوا انه ما يعني انا اذا اردت ان اجيب منهم، يعني اعتقد انه ما في خيار، وان الدوله الوحيده اللي ممكن تدعمهم وان السبل مسكره امامهم. لكن ظهر تحديدا في 2012، يعني تعرف انه كان في وثيقه للمصالحه، هي الوثيقه الام بنسميها نحن فلسطينيا، هي وثيقه القاهره اللي تم التوصل اليها في اخر 2009، اعترض قياده حماس في الخارج وافقت عليها، قياده حماس في الداخل اعترضت، بعد الثوره المصريه تم التوقيع عليها مع ملحق بسيط شكلي. وبعد لما كانت العرب عرب الثوره على السلطه، فين في محمود عباس ان الامور قد لا تسير لصالحه وقد دخل حماس، تم التوصل للاعلان سمى اعلان الدوحه بين محمود عباس وخالد مشعل في 2012 مارس في شباط فبراير 2012، وكان هذا اخر فرصه لمصالحه نديه قائمه على الشراكه. محمود الزهار قال خالد مشعل تجاوز صلاحياته، انه هاي كانت اخر فرصه للمصالحه على فكره، ومحمود الزهار لم يصدر اي رد فعل على الاساءه اللي وجهوها حلفاء سليماني لخالد مشعل ولحماس، وعلى تصنيفاتهم بين حماس الداخل وحماس الخارج وحماس الاخوان وحماس قطر، حماس غزه الاخوان وحماس قطر. طيب على سيره هذه تصنيفات حزب الله لحماس، هل فعلا هناك انقسام داخل قياده الحركه تجاه الموقف من ايران وبشار الاسد؟ يعني كان في طبعا حبدا من بشار الاسد، الزهار بده يعمل محور، كان
مع بشار الأسد لتحرير فلسطين، هو بشار الأسد وحسن نصر الله، ما بعرف إذا الطرف الرابع كان الحوثي أو مين، أو بشار وحسن نصر الله أظن الحوثي الطرف الرابع. المهم كان بده يعمل تحالف رباعي لتحرير فلسطين، بينما الشيخ نواف رجوب مثلا واحد قيادات حماس واللي معظم سنواته الأخيرة قضاها في السجن، قال إنه بشار الأسد ساقط وإنه لا وزن له ولا قيمة، في خلافات داخل حماس صحيح، وفي تباينات على ليس فقط على مبدأ العلاقة مع إيران، لأنه مبدأ العلاقة مع إيران يعني بعد فترة القطيعة كان في إجماع عليه، لكن على مبدأ الهرولة وعلى مبدأ تبييض إيران وتبرئة إيران من جرائمها، والهرولة تجاه إيران وتبرئتها من جرائمها، هون في خلاف وفي تباينات صحيح يعني. طيب الحماس تقول أنه محمود الزهار ليس من الحركة، وأصلاً أنا سمعت بعض الحمساويين. نعم؟ لا فأخر أنت خسر عضو مكتب سياسي، يمكن قالوا أنه هذا تصريحه شخصي ما بعبر عن الحركة. والله يا أستاذ ماجد، يا أستاذ ماجد، بعض الحمساويين قالوا أنه أخي هذا محمود الزهار يعني الرجل قيادة تاريخية والرجل شبه مخرف، يعني أنا سمعتها يعني يتبرأ. والله يا أستاذ يتبرأون من ماجد، من محمود الزهار يا أستاذ ماجد. طيب الآن الأستاذ ماجد، القيادات يعني تيار يحيى السنوار، إيه ما بسمعك تفضل، يحيى السنوار، صالح العروري، هؤلاء بسمعك. إيه هو يبدو في صدم في الصوت الحقيقة، أنا أشعر بذلك. تيار يحيى السنوار وصالح العروري هذا كذلك مع العودة إلى بشار الأسد؟ طبعا صالح العروري قد مفاوضات، لكن يعني غزة، حماس غزة اللي بسميه حزب الله، قد السنوار عروري مع العودة لبشار الأسد، وأنا أعرف أنه حزب الله خاد وساطة، ويا للعار، تعرف أن الممانعة جاي من مين؟ جاي من بشار الأسد. من كم يوم تكلم بشار الجعفري كمان عن قصة أنه عدم الثقة، وأنه متمنعين أو متروين في قصة إعادة حماس. للأسف في طيار في حماس لا يمانع إعادة فتح مكتب في دمشق، هذا صحيح، وأنا غضبان أسفة، لكن في طيارات في حماس ترى مثل اللي قالوا نايف رجوب أنه بشار ساقط لا وزن له ولا قيمة، وهذا صحيح طبعا. طيب هل يمكن أن يتطور هذا الانقسام أستاذ ماجد؟ يعني أنا أعرف أنه الأمر صار له سنتين، المباحثات بدأت من سنتين، وبدأت من حزب الله، وحزب الله كان متشجع وبدو أخضر من إيران، ويبدو أنه حزب الله اكتفى فقط أنه يعلنوا استعداد حماس للعودة، أو على الأقل تصرحات مهادنة أو يعني مجاملة لبشار الأسد، وأنه اللي بيجاملنا مثل ما قال الحمد أنه اللي يرد لنا التحية على بشار الأسد بيرد للتحية بأحسن منه، وهو قاتل وهو مجرم وهو استيد الاحتلال ولم يرد طلقة واحدة. على فكرة بدهم يقولوا بدهم يحرر فلسطين، إسرائيل في نهاية 2021 قالت أنه شنت عشرات الهجمات ضد إيران وحزب الله في سوريا دون أن يتم الرد بطلقة واحدة. أي الموضوع ماشي صار له سنتين، ويبدو أنه حزب الله اكتفى بأنه أخذ من حماس ما يريد، لكن أنا أعرف أنه كان في تيار من حماس يريد العودة، وهو الآن يريد العودة إلى دمشق، وحزب الله كان وسيط بضوء أخضر إيراني، ويا للعار، الممانعة جت من بشار الساقط، بشار الصغير يعني. لكن تيار خالد مشعل أبو الوليد ضد العودة. طبعا، وهذا اللي سماه، شفت اللهجة اللي تحدث عنها المتغطرسة والمتعالية، وهي حتى المسيئة كان يجب أن يخرج ظهر لأن هذه مسيئة مش بس لمشعل، لحماس يعني، هذا التعالي، هذا الغطرسة، وهم القوة الكبرى القائمة بالاحتلال في البلاد يعني في لبنان، هم القوة المسيطرة، ومش بس يعني كان ممكن يسكت وما يستقبلوه، لكن أطلقوا أبواقهم ضد خالد مشعل اللي قال عنه وهم وهاب أنه هذا ثوراتك الإخوانية، سوريا تنزف ليبيا محتلة، وحدهم قال أنه رفض الزيارة كان في دمشق باسم الشهداء والجرحى، وأنه خالد مشعل كان جزء من المؤامرة لتدمير العالم العربي، زورات الخيانة والمؤامرات، وأنه خان دمشق العروبة كما قال أحد أبواق حزب الله، كان فيها هنات لحماس نفسها، وصمت الزهار، وصمت آخرين. طبعا في خلافات، في تباينات، لكن حماس لأنهم تنظيم حقيقي ولأنهم تنظيم كبير، بإمكانهم دوما على استيعاب الخلافات أو تنظيمها على فكرة يعني. هذا طيب من الأقوى، من التيار الأقوى؟ من التيار الأقوى؟ يعني الآن حصل توازن نسبي. طبعا التيار بعد من 2017 كان بما أنه هنية عجوة ما يقدر يطلع وقاد المكتب السياسي، قيادة غزة وحماس غزة مثل ما نسميه حزب الله هيمنت على القرار الحمساوي العام بشكل تام، لكن بعد انتخاب خالد مشعل يعني حصل نوع من التوازن، لكن أساسا لأنه ثقة الحماس الأساسي في ظل الواقع الفلسطيني والانقسام في غزة، هذا بديهم قوة نسبية، لكن عندما تحدث عن جمهور حماس اللي هم بتباهوا فيه، عن الجمهور العربي
الإسلامي، وأن حماس تتمتع بتأييد الشارع العربي الإسلامي، وهذا صحيح، مش من مراكش للبحرين، من ماليزيا لطنجة، طنجة جمهور حماس، مزاء العقل العام للجمهور الفلسطيني والعرب والإسلامي اللي بايد حماس هو جمهور إخواني، هو جمهور مع الثورات، هو جمهور وقف مع الثورات، هو جمهور دفع من دمه ومن حياته نتيجة دعمه للثورات، وفهمه أنه هذه الأنظمة عاجزة عن تحرير فلسطين، واللي لا تعطي الحرية والكرامة لشعوبها، كيف ممكن تعطي الحرية والكرامة لشعب الفلسطيني يعني؟ في آخر سؤال ماجد، أستاذ ماجد عزام، البعض يقول أنه هذا ماجد عزام بمشي، لا والله أستاذنا وتاج راسنا أستاذ ماجد عزام، لا أنت تعرف قيمتك عندي يعني أستاذ ماجد عزام حبيبي. الآخر سؤال، لكن يتم تكراره كثيرا يعني، البعض يقول لك إن إصرار البعض داخل غزة على تبييض صفحة إيران ليس من أجل الدعم، ليس من أجل المال، لا هذا عشق حقيقي، هناك انزياح كامل للمربع الإيراني، والله أعلم ما طبيعة هذا الانزياح، القوم يحبون إيران فعلا يعني، ليس مصلحة. مش صحيح، لأنه الفترة هم حتى قيادة غزة قبل الانقلاب ما هم اللي رفعوا علم الثورة السورية في غزة، مش ارتفع علم الثورة السورية في غزة وجمهور حماس في غزة حتى إخواني يعني حتى قبل الانقلاب، للأسف الانقلاب طبعا المنطقة تذهب حيثما تذهب مصر، ولولا اللي حصل في مصر كان حتى اللي حصل في تونس ولا لسوريا ولا وصلنا لهون في كل المنطقة يعني، على الأقل في آخر 60 سنة المنطقة تذهب حيثما تذهب مصر، هذا صحيح يعني، لكن لا حتى في غزة رفع علم الثورة السورية في غزة، وهذا أحد أتحدث عن القيادات رفع علم الاستقلال، علم الاستقلال السوري رفعه في غزة، لا مش صحيح، جمهور حماس هو في النهاية جمهور إخواني، لكن هناك يعني بدنا نقدر قدر الإمكان ظروف الناس، لكن في النهاية حيصلوا للحقيقة أنه أولا يعني هذا حيقسم ظاهر غزة، فكرة أنه غزة بدها تحرر فلسطين وأنه بدها تهزم إسرائيل، ثم أنه لا مصلحة لحماس في تبرئة إيران من جرائمها ضد أهلنا وإخواننا في حاضرنا اللي هم كانوا حاضرين دائما في تحرير فلسطين. هو المخرج الحقيقة الآن يلح علي أنه الوقت انتهى، وأنا ليس لي قلب أن أنهي هذه المقابلة معك أستاذي وحبيبي الأستاذ ماجد عزام، يكاد يدخل المخرج إلى الاستوديو حتى يقول لي انتهى الوقت تماما يعني. أنا توقعت المخرج يقول لك قياسا الحكي طول شوي يعني، مش أنه لا والله ليس لي قلب على طبعا المخرج صديقك كذلك أستاذ ماجد عزام الصحفي والكاتب الفلسطيني، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عفو يا هلا. تمام، أتبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما أتبقى في أمان الله.